سورة الأحزاب سورة مدنية، عدد آياتها 73 وترتيبها في المصحف 33. سميت الأحزاب نسبة إلى غزوة الأحزاب أو الخندق، حين اجتمعت قريش مع غطفان وغيرها من القبائل على حرب المسلمين، ولكنهم رجعوا ولم يكن بينهم قتال. تتناول سورة الأحزاب مجموعة من الأحكام والتشريعات الخاصة والعامة، شأنها شأن معظم السور المدنية، لكنها تبقى سورة مزعجة ومتميزة عن باقي السور من عدة جوانب جديرة بالوقوف عندها والتأمل فيها لكل من أراد أن يفهم نفسية محمد والقرآن أكثر. رافقوني في هذا الفيديو لنتعرف معا عن الجوانب الخفية لهذه السورة. الشاة أكلت آيات سورة الأحزاب. الشيء المدهش بخصوص سورة الأحزاب هو أن رغم أنها فظيعة بما يكفي ومثيرة للغثيان، إلا أنه لم يصلنا سوى حوالي ثلث عدد الآيات التي كانت تحتويها في الأصل، فنص السورة الذي لدينا هو فقط ما تبقى بعد أن حذفت أو ضاعت آيات عديدة، حيث تشير عدة مصادر إسلامية إلى أن أكثر من 100 آية من سورة الأحزاب مفقودة حاليا. فنقرأ مثلا رواية للإمام السيوطي عن عائشة أنها قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. إذن ضاعت أكثر من 100 آية من سورة الأحزاب، وهذا عدد كبير، والأحاديث تعطينا لمحة عما كانت هذه الآيات تتضمن، حيث يقول الإمام السيوطي أيضا عن سر بن حبيش أنه قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تعد سورة الأحزاب؟ قلت 72 آية أو 73 آية. قال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. كما ورد حديث عن عائشة تقول فيه: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات الرسول وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجة والدارقطني وأبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وأصله في الصحيحين، وأورده ابن حزم في المحلى وقال هذا حديث صحيح. إذن باختصار، قبل أن تحذف أو تضيع العديد من الآيات التي كانت في سورة الأحزاب، كان يقرأ في القرآن أمور من قبيل أنه إذا أراد رجل أن يختلي بمرأة ليست من محارمه يمكن لها أن تلقمه ثديها كما تصنع بالطفل 10 مرات، فتصير أما له بالرضا يدخل ويخرج عليها كيفما شاء. من حسن الحظ أن أحدهم فكر في حذف هذه الآية المصيبة والمقرفة، لكن في رأيي كان يكون أفضل لو حذفت السورة بأكملها، باعتبار أن بعض الآيات المتبقية التي وصلتنا لا تقل بشاعة عن الآيات المحذوفة. سورة الأحزاب وأهواء محمد الجنسية. نقرأ في الآية 50: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. إذن في هذه الآية الله يحلل لمحمد أن ينكح ما شاء من النساء، بينما لا يحلل لغيره إلا 4، كما يحلل له أن ينكح امرأة بلفظ الهبة، أي إذا وهبت إحدى النساء له نفسها يحل له نكاحها دون مهر ولا ولي ولا شهود. سورة الأحزاب وزواج محمد من امرأة متبناه زيد بن حارثة. تقول الآية 37: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه
وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. والقصة وراء هذه الآية باختصار هي أن زينب بنت جحش كانت متزوجة من زيد بن حارثة ابن محمد بالتبني، فرآها محمد يوما متخففة في ثيابها فوقع حبها في نفسه، وأدى هذا إلى طلاقها من زيد. ولكن ولأن الزواج من طليقة المتبنى كان مستنكرا عند العرب منذ الجاهلية، قرر الله تعالى إبطال التبني في الآيتين 4 و5 والآية 40 ثم تزويج محمد بزينب. إذن الله تعالى أبطل واحدا من أنبل الأعمال الإنسانية وهو التبني، خصوصا تبني الأطفال الفقراء واليتامى، لكي يتمكن محمد من التزوج من زينب وإرضاء شهوته الجنسية. أطرف آية في سورة الأحزاب. لعل أطرف آية في سورة الأحزاب هي الآية 53 التي تسمى آية الحجاب، والتي تبين جليا حقيقة الله والقرآن. القصة وراء هذه الآية يحكيها البخاري عن أنس بن مالك حيث قال: لما تزوج الرسول زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد 3 نفر، فجاء النبي ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، إلى آخر الآية. إذن محمد لم يكن يحب أن يطيل أصحابه المكوث عنده إذا أتوا للزيارة، وكان هذا الأمر يزعجه، لكنه كان يتحرج ويستحي أن يطلب منهم المغادرة، فتدخل الله جل جلاله وأنزل الآية 53 التي تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إذن محمد لا يحب أن يطيل أصحابه الزيارة، لكنه يستحي منهم، ولكن الله تعالى لا يستحي، فينزل آية تمنعهم من مضايقة نبيه. كيف لأحد أن لا يفهم حقيقة الله في الإسلام وحقيقة القرآن بعد هذه الآية؟ الآية واضحة، الله ما هو إلا قرقوز محمد، دمية جوارب هدفها الأول والأخير هو تحقيق رغبات محمد. والمسلمون يسجدون 5 مرات يوميا لهذه الدمية، ويؤمنون أن القرآن معصوم من الخطأ، محفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان، منقول بالتواتر. وها هي سورة الأحزاب دليل صادع على أن القرآن فقد منه الكثير. فمتى يعترف المسلمون أن نص القرآن الذي لدينا ليس هو نص القرآن الذي صدر عن محمد، إنما حذفت منه آيات كثيرة أو فقدت أو أكلتها العنزة؟ لا يهم، المهم أن الأدلة كافية وبأحاديث صريحة أن القرآن غير محفوظ.